ديال من الجماعة سيدي بيبي فيها هادشي كثير اللي جمعوا فيها الجماعات. حنا خصي يجي لينا هذا الدعم ديال سيدنا الله ينصرو في محمد السادس اللي صافت لينا الكسابة. حنا الكسابة دابا كاين هنا الناس كثار، خصي يجيبوا لينا المركز ديالنا على عين مكان. كاين الناس هنا الضعفاء مساكن ما عندهم الحديد ما عندهم والو، الا دعتوه دابا الدعم هنا اش غادي يدير ليه؟ ما عنده ما يدير ليه، خصو يجي لينا الدعم. كل مركز يمشي ليه القانون ديالو، ولا بغاو في الناس يخلصوا ويشدوا البنات ويعرفوا اش كيديروا. الله يجزيكم بخير. السلام عليكم. محمد ابراهيم رشيد، فاعل جمعوي جمعة بالفاع. للاسف الشديد اليوم كنتواجدوا هنا في واحد نقطة توزيع ديال الشعير المدعم للفلاحين وصيغة الفلاحين خاصة. كنشوف واحد العشوائية في التوزيع، ولما لا؟ علاش هاد الحصة هذه اللي جات لهنا ديال العمل تقريبا عمل الشوكة تباها كلها، علاش ما تفرقش على الجماعات أو المراكز الفلاحية؟ بما أن عندنا بزاف ديال المراكز الفلاحية، هنا كنشوفوا التجمع ديال 1000 ولا أزيد من 1500 البشر، ويلا هنا دابا حنا الربعة العشية ديال ثلاثة العشية باقي ما فرقوا حتى 20 واحد، وما بالك باش يوصلوا لهاد 1700 ولا 1300 البشر، رغم أنه الحصة كيقولوا بأنها راه كاينة، ولكن عشوائية ديال التوزيع اللي هي كضر الفلاح الصغير والبسيط. كاين مسكين هنا جا من السحور، وكاين اللي جا باقي من فاطر ما غديش، كاين اللي مريض، كاين اللي واقف على رجليه وما قادش. وحنا تابعين جماعة الصفا. بالنسبة لهذا الدعم هذا اللي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعطى التعليمات ديالو السامية للسلطة للوزراء المعنية، لا يعقل بأن هاد الناس هادو اللي جايين وجل الجماعات ديال الإقليم جايين لهنايا. خص كل جماعة، بالنسبة لجماعة الصفا خص الشغل ديالها يكون تما، جماعة إمام قرم خص الشغل ديالها يكون تما، جماعة سيدي بوصحاب، جماعة بالفاع، أي جماعة خص الشغل ديالها يكون في عين المكان باش الناس يستافدوا، لأنه هناك العديد من الناس اللي هما الكسبة وما عندهم الوسائل باش يدوا إلى كاع حصلوا، باش يدوا هذا الشيء حتى يوصلوا للمحلات ديالهم. ولهذا كنطلبوا من هذا الناس هادو باش ينضموا. سموم الحسين، مستشار جماعي عن جماعة إنشاد وفاعل سياسي ومدني بالإقليم. الآن نتواجد بموسم سيدي بيبي لتوزيع الشعير المدعم مهزلة بكل مقاييس اكتضاد توافد العدد كبير أزيد من 1000 من الكسابة من جماعة ماسة سعيد ميلك سيدي بيبي إنشان. هذا لا يبشر بخير. هناك وزارة الفلاحة تستعبد الساكنة بكل مقاييس، هناك أراميل، هناك شيوخ منذ الفجر، وهناك عشرات ومئات العربات، وهناك ازدحام واكتضاد مهول هنا بجماعة سيدي بيبي. لماذا تم برمجة نقطتين للبيع فقط بشتوك أيت بها، واحدة بالمنطقة الجبلية وواحدة بالمنطقة الساحلية، وتضم حوالي 10 جماعات، علما أن هذه الجماعات تحتوي على أزيد ما يقارب 20,000 كساب. هذه مهزلة بكل المقاييس. لماذا لم يتم وضع نقط للبيع بكل جماعة على حدة أو كل دائرة على حدة؟ قلت لك حنا خصنا يجينا الدعم ديالنا في الجماعة ديال الصفا، كل جماعة كيجي الدعم ديالها بحال الجماعات الأخرى. ما حنا دروك كاين مساكن الناس اللي ما عندها علاش يهز، ما عندهم والو، وهنا تمت الناس فين هي تعميره كامله تمت هنا، وسيدي بوسحاب وكل شيء، هذا الشيء كثير على الناس. أو فين غادي هذا الشيء يتفرغ؟ هذا الشيء راه كثير. خرجوا سيدنا الله يزيد نصرو، حنا الله يجزيكم خير، بغينا ذاك الشيء كل حاجه، كل الجامعات خرج لها القانون ديال. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.